يلا واحد على فش فلات. واو هذا شوف فش. أعزائي المتابعين اليوم غير فلوق، رايحين بالباص أكيد المدينة أكيد. وبخليكم ويانا وملو لي ما تقدر تطلع، واحنا بنطلع فوق الفوق الباص. شو تقول المتابعين؟ متابعين باي. شو تقول المتابعين؟ شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم رايحين نروح وين؟ ناخد المدينه نتسوق يمكن كذا. ان شاء الله تحبون الفلوج. هلا شلونكم؟ شو اخباركم متابعينا؟ اليوم صراحه الحلينج نروح يمكن الدولار ستوري نروح نجيب كل شيء، كل الاشياء اللي محتاجينها ونجيب العاب. اكيد يعني اكيد لازم العاب اكيد. هلا متابعينا، يوم هنجيب خلاص. يلا باي، شكرا. شكرا. احنا بالطابق الفوق، طابق الجوة العراضة، خلنا نقعد، خليكم ويانا. حاليا بعدنا ما متحركين، بلشوا الاكل جاعوا. اكيد 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 خلاص. هو اقول بس اكيد شوفوا شوفوا ونشرب كابريشان. راح نتحرك هسه. هاي هنا اسماء المدن اللي نوقف بيها لنعرف وين ننزل، وشكلها بنراجع ماكو باص، راح نرجع مشي. مرحبا متابعينا، شكرا. اتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى الف خير. نستا هركليون يا فيرولون. شنو؟ سبسكرايب وبعدين لايك. اوكي بس هاي الثيرين عشينا. انت فرحانة؟ واو شو رأيك بهالمناظر الجميلة يا لولي؟ حلوة؟ واو فرحانة لولي؟ المعزة ولا المعزة؟ ايه؟ يقول لك انت حلوة لولي؟ انت حلوة؟ يم يم. الحمد لله نحن بالطريق. دورك.
هنا اكو اكسسوارات البنات كلش حلوة. هذا حلوة همينة كلش حلوة عجبني so cute. هذا مال حريات البحر اشوف وريني cute خواتم هاي اريد اخذها اوكي نشتريها اوكي هاي مفتوحة لازم تشوفين واحدة مسدودة. هاي معايا. واو وريني وريني الكاميرا. وريها. واو هاي حلوة. هاي كانت عندك مثلها. هاي عندي. واو هاي هم. هي فتوة عادي. هنا خالين اشياء تنحيف هذا جل الالوفيرا اشياء كلها لوشنات واشياء تنحيف هنا اشياء لعناية بالاظافر والرجل كل الاشياء هنا عناية بالاظافر والرجل كريمات مرطبات ماسكات وهنا كله واقي شمسي كل الماركات متابعينا متابعينا عاد التحت عادي افتحها اوه مشكيتيها عادي اي اوكي واو يلا تعالي يلا تعالي 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 هنا اشياء خاصة للشعر هذول ماسكات شعر هنا كل أشياء للشعر هذا سيروم كلش مفيد للشعر هنا أنواع الفرش شعر واو شوف الخاتم اشترت لولي الله كلش كيوت مثل أحمد أوكي بعد أسوي يلا تعالي لولي هنا انواع اصباغ الشعر كل الالوان موجوده طبعا وهنا ماكينات حلاقه زائد سشوارات زائد ادوات النساء طبعا هذا السكشن خاص بكل الامور اللي تتعلق بالشعر الجمال كريمات شامبونات يعني كل هذا السكشن وهذيك الجهه فرع تاني بي خاص للرجال في عطور في اشياء كثيرة طبعا دولار ستور كبير كثير كثير كبير فاللي يجي يضيع هنا بي كل شيء يعني الانسان كل شيء يحتاج يلقاه هنا هنا كل الاغراض مع الصيد مع السمك السمك وكل شيء سنارات هذولي هنا الطعم ما اعرف شو يسموه كويس انواع
هذا مو مال فراش قولوا لي مال فيشك مال فيسك هذا مال فيش هاي هنا كويتش انواع وكويتش اكل واو الفيش هاي الاشياء كلها مع الصيد شوفوا هاي مال فيشك شوفوا سعرها مناسبة همينة شوفوا ياكل هاي شمج هاي هنا العدة مع احمد هاي ياكل سمج هاي الاشياء همينة مع الصيد كل الاشياء مع الصيد تحتاجها الصيد طبعا باندج كل الأشياء مع الصيد هاي أهم الأشياء مع الصيد مع الشامة هاي مع النار كل الأشياء هاي مع الصيد يلا تعالوا معنا المحل الثاني والان لولي راح تلعب هاي اللعبة جيبي ها لولي عشرة تية انا با لولي روح من هناك لولي اختي هذه الاخضر يلا برافو برافو لا هذا يلا صغير صغير هسه منو حيلعب احمد لو دانيال دانيال يلا لولي هسه دانيال لولي لولي هسه دانيال يا شكرا ماي تدري تخشمنا اوكي العب لك لولي دانيال هسه وخري هسه وانتي ورا 1 2 3 جو 1 2 3 جو يلا دانيال طلع فيا انت لعبتي هسه حمودي حمودي يلا احمد دخلنا شيء زين هذا ثاني مرة قصة عادية بعد ما عادية بس باللعب بعد ناخذ ذاك مسدس هتخلص الوقت هندو على راحتي اوكي يلا يلا 1 2 بعد بعد انا الاول كسبت انا عادني يتفي حمودي لولي يا الله لولي خلاص لولي تغلبتي اربع مرات داني ربح كاميرا حمودي جودس حلويات لولي ربحت موتوسيكل لولي مطار وبعد شغلتين وين انا
عندهم حلويات ويا اللعبة يكون حلويات عندهم. ربحت هاي هاي راح نصاغر اللولو. تعال يلا آخر مرة. يلا بسرعة لولي اركض اركض يلا 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 دوس 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 وطلع اربع شغلات بآن واحد وطلع. مرة واحدة برافو لولي حلوة. بس على طيار حمود. هاك حمود طيار حمود ذيك لولي. حاليا وقفنا قبل ان طبل الكاش بالاستراحة. دانيال ولولي دا يلعبون. عمودي تعب. راح تبقوا تسلمون كل ما افتح الكاميرا. راح نظل نسلم كل ما نفتح الكاميرا. هالولي اكيد لا. طبعا الاطفال تعبوا وقعدوا وهذا المحل هو يعني يحتوي على اكثر شيء اغراض يعني كبيره مثلا اغراض صناعيه عمليه. شكرا ابو لولي على المساعده. لا والله جبتها صحيحه. هنا أغراض طبعا هذا كل أنواع البلايسات ما أعرف شنو يسموهم بالعربي كومبرسرات. وهنا قسم الملابس. طبعا الملابس هاي ماركة يعني هي سويدية يمكن أو ألمانية ما أتذكر بس هي الملابس خاصة بهاي الشركة فقط يعني ما تلقوها بغير مكان من غير يولا. هي اسمها يولا. هم السويديين يقولون يولا بس هي جولا اسمها بالفرنسي سنقرة جولة. هذا مكان ملابس الأطفال ملابس نسائية وملابس من كل الفئات. طبعا هي أكثر شيء ملابس شغل يعني أو مطرية أو ملابس للمدارس أو للحضائن. والملابس الرجالية أو النسائية غالبا الشغل يعني الناس اللي تشتغل بالحديقة تشتغل بال. شوفوا مين لقيت هنا. هاي لولي. هاي لولي. كنت اصور فلوج. وين كنتي؟ هذا اكبر منك. لولي لقت صديقها. هو اكبر. انت اكبر. يلا لولي وراح نروح القسم الأطفال والألعاب القسم المفضل لدى الجميع. هنا قسم البايسيكلات من الأطفال للكبار وقسم الشنط. في أقسام كثيرة. أنا طبعا ما صورت كل الأقسام. وهنا بايسيكلات. هنا ملابس رياضية وأدوات الرياضة طبعا اليوغا وأي شيء. هنا كل لوازم البايسيكلات
وهنا دانييل هذا القارب يبيعوه كلش حلو. هذا القارب عجبني. هنا مسابح. هذا السيارات. طبعا احنا حاليا بعد هاي الرحلة بصراحة الرحلة صارت متعبة بلا سيارة. بعد هاي الرحلة ننتظر الباص نرجع للبيت بس توبة نطلع بلا سيارة. تقعدين هنا ننتظر الباص على الخط السريع الموتور بيك. هاي وقفة الباص. يا متابعينا اجي الباص. طبعا تجربة الباص زينة بس متعبة بعد ما نجربها. ابدا اذا تحبون الفيديو لا تنسونا بلايك سبسكرايب وشير. شو تقولين؟ باي باي. مع السلامة. شو تقولهم؟ لايك شير سبسكرايب شير تعليق. شو قلت لهم اخر شيء؟ اذا تحبون الفيديو لا تنسونا بلايك سبسكرايب شير. مع السلامة.